في يوم الحد اللي فات وجد فريد بيبي منستور من جديد لأغنية شيش في برنامج انكي جايو، ولكن كان من الواضح ان تشيكيتا مريضة جدا. فقبل الاداء المباشر في البرنامج اعلن فريق الدعم من وكالة YG عن التالي ان اصغر عضوة في المجموعة تشيكيتا مش هتقدر تشارك في العرض، وده لانها مريضة جدا، ولكن في النهاية ادت تشيكيتا في البرنامج مع العضوات التانيين. كمان البعض المعجبين اللي حضروا عرض بيبي منستور ان تشيكيتا تحملت المرض وقدمت افضل عرض للجمهور، وده اللي خلى المعجبين فخورين جدا بمدى احترافيتها. كمان كان في مقطع تاني انتشر لايون وهي بتحاول تطمن على تشيكيتا اثناء العرض. مش كده بس، كمان في اخر فنميت اللي بيبي منستور كان من الواضح ان تشيكيتا ما تعافتش ابدا من المرض، وده لانها كانت بتعاني من صداع شديد وبتتألم اكتر من مره. وحقيقي دلوقتي المعجبين قلقانين جدا على صحه عضوات بيبي منستور لان جداول عملهم مرهقه ومزدحمه جدا. مش كده بس، كمان المعجبين عبروا عن خوفهم الكبير على العضو عيون، وده لان ستايلست فريد بيبي منستور بيتعمد دايما يبين العضوات بهدوم ناضجه جدا ومش مناسبه للبنات في مرحله المراهقه. تحديدا في اخر اداء لبيبي منستور ابتدت عيون تنوره قصيره جدا وطب من غير حمالات، والمعجبين انتبهوا ان عين اثناء الاداء حاولت تعدل الطب اكتر من مره عشان صدرها ما يبانش. وهنا كان راي الجمهور الكوري ان ملابس بيبي منستور مكشوفه اكتر من اللازم، ويمكن وكاله YG تكون اتعمدت تعمل ده وتثير الجدل لان عيون ليها شعبيه كبيره جدا، وده رغم ان عمرها 17 سنه، ودي بعد من تعليقات الجماهير الكوريه. هي لا تزال قاصره انه امر سيء تماما، يجب عليهم اختيار ملابس قابله للتمدد. لقد شاهدت الفيديو عيون ترقص بقوه وهذا لا يتناسب مع ملابسها، الملابس جميله ولكنها كاشفه جدا. كمان البعض التاني من الجمهور كان شايف ان ملابس عيون مستفزه جدا زي التغريده دي. الشيء الوحيد الذي اكرهه هو مصمم ملابسهم الملعون، كيف يفعل هذا بفتيات لم تبلغ العمر القانوني بعد، وغيرهم تعليقات كتيره جدا كلها بتنتقد وبتهاجم وكاله YG. وانت هو رايك في الكلام ده؟ وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.